وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذه الآيات تتكلم أيضا عن من؟ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تبارك وتعالى في آخر الآية قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فانظر كيف هذا المزيج في القرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في توبتهم، في مشاقهم، في تبشيرهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. ومن قرأ القرآن بهذه العين يرقب فيها الآيات التي خاطب الله تبارك وتعالى بها الصحابة، والآيات التي جاءت من الصحابة إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرت، يرى مكانتهم في الشريعة ويرى مكانهم عند الله، على خلاف ما تقول الشيعة ومن لف لفهم.